السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس في الوطنية. إذا نرجع في اللغة العربية الوحدة الثانية طبعا. إذا اللي يبغى الفروض راه غادي يلقى أسفل الفيديو الفروض ديال السنة الثانية إعدادي. إذا هذه الصفحات بطبيعة الحال غادي نديرو تقطير النص وغنجاوبو على الأسئلة اللي في القراءة. نديرو التقطير نكملوه ونبداو نجاوبو على الأسئلة ديال الفهم وديال التحليل. إذا من خلال بطاقة تعريف الكاتب جمال الدين شيان، ولد المؤرخ مثل جمال الدين شيان سنة 1911. مهم هذا معلومات خذوها بشوية. نشوفوا مثلا المؤلفات ديالو، تاريخ من مؤلفاته، تاريخ الإسكندرية، تاريخ دمياط، قصة الكفاح بين العرب، الاستعمار، قصة الاحتلال، وثائق الفاطمية، دراسات في التاريخ الإسلامي. المهم هو توفى في 1967. ملاحظة العنوان يتكون من ثلاث كلمات تكون فيما بينها مركبا إسناديا، مبتدأ زائد خبر شبه جملة، لأن درس. نعم في الوطني. إذا من الناحية المعجمية تنتمي لفظة الوطني إلى المجال الوطني، أما من الناحية الدلالية فإن لفظ درس تشير إلى الغاية أو الهدف من النص، وهو أن يكون درسا في الوطن يتعلم منه كل قارئ. نوعية نص سيرة غيرية، يعني ماشي سيرة ذاتية، ما كيعاودش على راسو، ما كيحكيش على راسو، ما كيعاودش حياته هو، كيحكي لنا السيرة ديال الغير، ديال الآخر، سيرة غيرية ذات بعد وطني. بداية النص تشير إلى الشخصية الرئيسية وهي الملك، وتذكر أوصافه: زعيم، بطل، مجاهد، أب عربي، مسلم. نهاية النص نلاحظ استمرار الكاتب في الحديث عن الشخصية الرئيسية نفسها بنفس الأوصاف السابقة: بطل، عربي، مسلم، مجاهد، وبأسلوب يفيد الدعاء: سلام على الملك. إن الحديث عن الشخصية ذاتها من بداية النص حتى نهايته يعتبر ماذا؟ مؤشرا على نوعية النص التي سنحددها في المرحلة اللاحقة. احنا نقولوا نوعية النص من بعد. إذا أنمي رصيدي، عندنا: تهفو إلي النفوس، تميل إلي وتتمناه، تجله من أجل يجل الشخص إجلاله، رفعه إلى منزلة عليا. يافعا اسم فاعل من يافعة، الغاشم اسم فاعل من غشيمة، كان ظالما معتدين. مهم الفكرة. الحدث الرئيسي وصف المغفور له محمد الخامس رحمه الله، واستعراض أهم محطاته. تحليل، عندنا أربعة الأحداث في النص: ألف، باء، جيم، دال. اتصاف محمد الخامس بصفات جعلته نموذجا للقائد العربي المسلم، توليه العرش في سن مبكرة لم يدفعه إلى الاستسلام، مشاركته في مكافحة المستعمر، وتحمله لمعاناة المنفى لأجل استقلال المغرب. استمرار محمد الخامس في النضال والمقاومة إلى حين تحقيق المغرب للاستقلال. إذا وقف فيديو وشوف مع راسك. ندوزو. يمزج النص بين السرد والوصف. السرد هو الحكي، والوصف راه بين الوصف هو النعت. الاستعمار الفرنسي للمغرب، تولي محمد الخامس عرش المملكة، نضاله ضد الاحتلال، تعرضه للنفي، ثورة الملك والشعب، عودة الملك من منفاه إلى وطن، استقلال المغرب، وفاة الملك محمد الخامس. الوصف: كان زعيما، كان قدوة، كان بطلا، تعزه اعتزازا، تجله جلالا، كان وطنيا مخلصا، كان زعيما مجاهدا، كان عربيا مسلما، كان أشد النضال عزيمة، شاب يافع، راسخة أقدامه، دارية أنيابه، يعني حادة ومفترسة أنيابه. نمشي للشخصية الرئيسية داخل النص، هي محمد الخامس. علاقته بالسرد: الشخصية الرئيسية، العامل المساعد، وطنيته، ثورة الشعب ضد المستعمر، العامل المعرقل، المستعمر، زائد النفي، لأنه نفي إلى جزيرة كوستاريكا ولا إلى الملكية. التركيب والتقويم، يعبر الكاتب جمال الدين الشيال في هذا النص عن إعجابه بشخصية الملك محمد الخامس، مستعرضا الصفات الخلقية التي جعلت منه قائدا مغربيا مسلما وقدوة لكل من يسعى لمقاومة العدو. يتضمن النص قيما منها قيمة تاريخية، فالنص هو ثقة تاريخية يستعرض من خلال الكاتب مرحلة بارزة من تاريخ المغرب، وهي مرحلة الاستعمار والكفاح من أجل الحرية ونيل الاستقلال. قيمة وطنية تتجلى في الروح الوطنية لدى الملك والشعب. إذا غنوصلو، غنبداو نجاوبو على الأسئلة اللي عندنا. أكتشف وأفهم وأعبر. إذا أكتشف، ما نوع هذا النص؟ النص عبارة عن نص سردي يتحدث فيه الكاتب عن سيرة غيرية ذات طابع وطني. ما الظروف الباعثة على كتابته
في رأيك، وما ذلك الظروف باعثة على كتبته هو التذكير بشخصية الملك الراحل محمد الخامس الذي يسعى إلى استقلال وحدة تراب المغرب وتحريرها من قبضة المستعمر والاحتلال الفرنسي، ويتضح ذلك من خلال عبارات المدح الواضحة في أغلب جمل النص. إذا وقف وجاوب على خاطرك. اختر عنوانا آخر للنص مبين سبب اختياره. يعني عناوين مقترحة: ملك ليس ككل الملوك. عنوان آخر: البطل الراحل. وقد تم اقتراحه كعنوان النص لأن النص الذي بين أيدينا يوضح الأعمال البطولية التي قام بها المغفور له الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه. 4. ماذا يميز جمل الفقرة الأولى؟ تسمية جمل الفقرة الأولى بالثناء على الملك الراحل محمد الخامس. الثناء هو المدح. إذا نقلوا هذه الأجوبة باش نكملوا، وقف الفيديو. إذا أفهم النص: متى ولي محمد الخامس محمد ولي محمد ولي محمد الخامس العرش، لأنها ابن المجهول. إذا ولي محمد الخامس العرش عام 1927، وقد كان حينها ما يزال شابا يافعا. كيف كانت حالة المغرب آنذاك؟ كان المغرب آنذاك تحت قبضة المستعمر الغاشم. 3. ماذا كان بإمكان المستعمر أن يفعل لو سكت محمد الخامس على الضيم؟ لو كان الملك محمد الخامس قد سكت على الضيم، لكان العدو قد مد له كل سبل الحياة المطرفة ولجعل حياته كلها رفاهية. نعم. 4. ما التضحية التي قدمها محمد الخامس؟ كانت كلمة استقلال مروعة، مروعة بالنسبة للمستعمر، وذلك يتضح من خلال ممارسة الشنيعة للمستعمر كالتعذيب الذي مورس على مجموعة من الشهداء والمناضلين كالشهيد عبد العزيز بن إدريس والهاشمي فيلالي وأحمد مكوع. الفكرة العامة: وصف الكاتب بشخصية محمد الخامس وأخلاقه وما تميز به من الإرادة والبسالة في وجه واحد الجيم تما، وجه الاستعمار من أجل تحقيق الحرية والاستقلال والاستقلال المغربي والمغاربي. أحلل النص: استخرج من النص جملة تناسب كل مشهد ووضح علاقته به. إذا المشهد الأول هو عبارة عن صورة للملك الراحل محمد الخامس بصحبة ابنه في المنفى، والجملة المناسبة لهذا المشهد هي: وقاس وأسرته الكريمة من آلام النفي أشد ما يقاسي إنسان. المشهد الثاني عبارة عن صورة للملك الراحل وهو عائد من المنفى، والجملة الموضحة لذلك هي: وعاد الأسد إلى عرينه. إذا نشوفوا هذا، لماذا اعتبر الكاتب محمد الخامس مثلا اعلى؟ اعتبر الكاتب محمد الخامس مثلا اعلى لانه ناضل من اجل شعبه ايما نضال، وضحى بالغالي والنفيس من اجل تحقيق هذه الغاية الفضلى. على ما تدل تضحية محمد الخامس بالملك؟ تدل تضحية الملك محمد الخامس على الاحساس بالمسؤولية تجاه وطنه وشعبه وصبره على المحن والأزمة التي تمر بها البلاد. لما لم يستكن الملك عند رجوعه إلى أرض الوطن؟ لم يستكن الملك عند رجوعه إلى أرض الوطن لأن بلاده الهاء هذه بلاده لم تحرر من قبضة الاستعمار بعد، لذلك فقد ظل يعمل بجهد كل جهد من أجل تحقيق هذا الهدف. ما الحلم الذي أصبح حقيقة؟ الحلم الذي أصبح حقيقة هو طرد المستعمر الفرنسي من أرض الوطن. ماذا يمثل جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض الوطن؟ يمثل جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض الوطن عن أرض المغربي تحقيق الهدف الذي سعى لأجله الملك محمد الخامس والمغاربة قاطبة، وهو استقلال المغرب. وعبر، يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
ما علاقة البيت بمضمونه؟ حينما تكبر النفس تجعل للإنسان هدفا يسعى لتحقيقه ويضحي بالغالي والنفيس من أجله، ولذلك فالتعب يكون نتيجة لذلك الجهد المبذول في سبيل تحقيق المراد. وبهذا فإن هذا البيت ينطبق على شخص المغفور إلى الملك محمد الخامس الذي ضحى بالكثير من أجل تحرير بلاده ووطنه من يد المستعمر. إذا هناك علاقة تضمن وترابط علاقة تضامن وترابط بين البيت والنص، علاقة تضامن وترابط، زيد واحد الألف، ترابط. نعم، يقول أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. يشرح البيت: إن حب الوطن فطرة في كل إنسان، فمهما بعد الإنسان عن وطنه واغترب أو وصل إلى أعلى المراتب، فإن حب الوطن يظل دائما بداخله، ويظل في اشتياق له ولذكرياته ولحضن وطنه الدافئ. إذا الأفكار الأساسية اللي شفناه بغيتو تعودوهم تحتفظوا بهم، ماشي مشكل. هذا تركيب آخر اللي بغيتوه، وصلوا على رسول الله ولا تنسوا